برضه هتفضلي ساكتة؟ لعلمك بقى انا المرة دي مش هسكت له. هتعمل ايه يعني؟ هتطلع تتكلم عنه في برنامج؟ مين هيصدقك؟ انا نفسي مش هصدقك. يعني ايه؟ يعني مين هيصدق ان واحد واخد دكتوراه من السوربون وابوه كان رئيس جامعة اسكندرية وابن واحد من اعرق العائلات اللي فيها يضرب اخته زي ما اي عرباجي بيضرب مراته لما تنكد عليه؟ وبعدين انا اصلا استفزيته وخرجته عن شعوره، يعني ما اقدرش اعفي نفسي من مسؤولية اللي حصل. بس انا كان لازم اعمل كده، انا خلاص كنت قربت اواجهه واقول على كل حاجة. مش عارفة ده حصل ازاي، مش عارفة عملت كده ازاي. يمكن اكون فجأة افتكرت كل كراهيتي ليه، وافتكرت اللي عمله فيا وفي بابا وفي ماما. انا عارفة اني بكده نهيت اي فرصة ممكن اتكلم عنك بشكل كويس. انا اسفة يا احمد، انا اسفة بجد. اسفي على ايه؟ انتي بس هدي نفسك، بكرة الدنيا هتهدى وكل حاجة هتبقى كويسة، اوعدك. ألف ألف سلامة عليك يا غالي. أنا أول ما عرفت إنك طلعت من الإسبيتالية قلت أكيد محتاج غذاء. تجيب لك شوية فاكهة، موز، برتقان، الفاكهة برضه حلوة للبدن. خلاص يا شافع، ما حسسني إن أنت برعت لي بكليتك. عادي يعني، إحنا مش في الشغل. كويس إنك لسه فاكر الفرق. قول لي، هتنزل الشغل بكرة ولا هتريح؟ لا هنزل. عندي لفة في المنصورة، مش هرجع غير لما أخلص كل اللي في الجدول. خد برتقانة يا شاف. أصيل طول عمرك يا حودة، طول عمرك جدع. على فكرة أنا ما شغلتكش معي عشان أخو مراتي، لا مش أني ومش أسلوبي. ولو تفتكر أنا كلمتك قبل كده كتير، قلت لك تعال اشتغل معايا في التجارة. سيبك من الجامعة، الشغل الحقيقي في التجارة يا حودة. وعلى فكرة بقول لك من قلبي، في ساعة صفا. طبعا ساعة صفا، مش ضارب نص الفاكهة اللي جايبها لي. بالك يا حودة، أنت لو ركزت معايا في الشغل وفتحت مخك هيجي لك خير ما بعده خير. بقول لك ايه، مش لما ربنا يكرمك وتسد ديونك الاول. تصدق يا شافع، انت اول مره تصعب عليا النهارده. صعبش عليك غالي، زي ما قلت لك ركز انت معايا في الشغل واثبت لي جدعنتك وانا هدلعك الدلع كله. ده انت مني وعليا يا جدع. وانت عليا ومني يا شافع، حبيبي يا شافع والله. بقول لك ايه، هو ايه اللي في كيس اسود ده؟ ايه؟ تصدق كنت هنسه، اصل انا عارفك بتموت في الكمبوت، قلت ما احرمكش. ده من ايام ما كنت بتتاجر في الكمبوت. مش عارف، هو تاريخ الصلحيه ممسوح كلها واحنا نعرف. حبيبي يا شافع، حبيبي والله يا شافع. طيب بما ان مفيش تاريخ صلاحيه ومفيش فتاحه، انا هعلقها في المكان وهتعمل ونس. اتكل انت على الله يا شافع، شكل الواحد مش هيعرف ينام من شيل جمالك النهارده. ايه احنا مش هنحبس بالشاي؟ هو لسه في شاي؟ طبعا ما ينفعش ابدا الكلام انت بتقوله ده خالص. وحنين شوشر على البنت من غير اي لازم. يعني اسكت على اللي عمله فيها؟ انت ناسيه يا راجل، دي بالنسبه لي ايه؟ لا مش ناسيه، وما بقولش ان احنا هنسكت، بس انت كده فعلا هتعك الدنيا. احمد ما ينفعش انت تفكر وانت منفعل. بص انا عارف انك بتحب راجيه وجدعه جدا معاها وعاوز تقف جنبها في المشكله اللي هي فيها، بس انتوا الاتنين فعلا لازم تهدوا. ما يا جماعه ما ينفعش نصلح الغلط بالغلط. ايه؟ مش عاجبه كلامي؟ انا عارفه عمره بيعجبك كلامي، تسال رايي وبعدين كلامي ما يعجبكش. ده بس كنت فاكرك هتساعديني، بس خلاص واضح ان انا لازم اتصرف لوحدي. انا هاخد حقي وحق راجيه بايديا. سلام. ايه؟ احمد احمد استنى، هتعمل ايه يا مجنون؟
ما محدش عايز يساعدني انا هتصرف خلاص. احمد ده مش اسلوب حوار ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا رب اللهم اجعله خير. خير اللهم اجعله خير. طب هات لي ميه يا راجل. ماني عملت حسابي وحطيت ازازه الميه جنبك اهي، اشربي بالهنا والشفا. طب مش تسالني انا حلمت بايه؟ جايز تكون عايزه تروحي الحمام تتفتفي على ايدك على ما ترجعي اكون انا ريحت شويتين. يا برودك يا اخي، انت هتموتني يا راجل. طب والله ما انا حكيالك يا ست. الله يكرمك، ما هو الحكي ده اصلا فال وحش، لما يبقى الحلم يتحقق ابي احكيهولي. الله لا يقدر. نام نام، نومك احسن. يلا نام دلوقتي، هتحط راسك تتقلب للصبح. يا يا بختك يا اخويا، يا ريتنا بقى زيك. خير يا رب اللهم اجعله خير. يا ترى يا محمود يا ابني، الوقعه اللي شفتها بتقعها في الحلم دي خير ولا شر؟ يا رب تجعلها خير، يا رب ما تضرني فيها ابدا يا ابن بطني. يا ست ارحميني اطمني، انا راجل عندي شغل ومش فاضيلك انت وابنك، هتفضلي تتكلمي طول الليل فهتقرفيني فما اعرفش انام. عندي شغل بكره الصبح ومش فاضيلك انت وابنك اللي معششلك في كل الاحلام ده. جرى ايه يا راجل؟ انت صح تطمني ولا تقطمني؟ والله اللي اعرفه ان كل حلم بتفسر بعكسه، يعني لو شفت واحد عريان يبقى هيتكسي، لو شفتيه بيغرق يبقى هيجيله خير كتير، لو شفتيه مولع بجاز يبقى ايه؟ معرفش بقى، فسريها بعكسها، يبقى ناره هتبرد. ها؟ يعني لو شفت ابني واقع يبقى كويس، لو شفتيه قاعد كده هو ده اللي يقلقك. اطمني بقى. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا اخوي. يا رب يسمع منك. يا رب يطمن قلبي عليك، يا رب يكرمك يا ابني ولا تضرنيش فيك ابدا. ما اقوم اصلي لركعات لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. اه يا ضهري، ضهري تشنكل من كل شويه. قوم المفزوعه دي. اه يا رب. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.